اهلا وسهلا فيكم على موقع نواعم.com. رح اطبخ لكم يخنه الغنم مع اللبن والخضره. لهاليخنه نحن بحاجه كيلو لبن، 100 جرام حمص مسلوق، زليل بيضه واحده، شويه كورن فلاور مدوب بالماء، بدنا بصل 300 جرام مقطعين مفرومين ناعمين، بدنا 100 جرام كوسه مقلى، 100 جرام باذنجان كمان مقلى، بدنا 500 جرام من لحم الغنم مقطعين كيوبات، بدنا مكعبين مرق اللحمه، بدنا كاري وزنجبيل بودره، شويه جوز، رز مع شعيريه، ومعلقه رب البندوره. حط اللبن، مننزل فوق منه زليل البيض. زليل البيض بيساعد انه ما يفصل اللبن، والكورن فلاور يلي مدوب بالمي نخلطهم منيح ومننزلهم فوق منهم، منحركهم كلهم مع بعضهم. هيدي احسن طريقة نشتغلها على البارد مشان ما يفرط اللبن معنا. بدنا 50 جرام زيت زيتون، ما لازم يحمى الزيت كتير، بدهم تحريك لمدة 3 دقايق. ما لازم تدبر البصلة، لازم تدلها شوي تقرش. رح رشلها الزنجبيل والكاري. بس نرش، نحن عم نحرك البصلة البهارات بتطعم أكتر، بتساعد تقوي نكهة الكاري والزنجبيل. رح حط الحمص، رح حط الباذنجان يلي مقلى، والكوسة، بخلطهم كلهم مع بعضهم. بنحركهم لفترة شي دقيقتين. رح زيد اللحمة، لحمة الغنم يلي مقطعة بهالشكل لازم تتقلى أول شي وبعدين بتنسلق. وهلأ بدي خليهم يغلوا شوي تحت لي البصل والخضرة يتشربوا الطعم تبع المرق. من بعد ما غليوا رح سقط اللبن، وكتير مهم انه ما نوقف نحرك ونخفف النار تحتهم. على طول اللبن لازم نضلنا نحركه. مشان ما يفرط معنا. هلا بدها تقريبا شي 10 دقايق تسخن ويغلي شوي اللبن وتكون الخضرة كلها استوت. هلا مثل ما شايفين عندي الرز وشعيرية. كلنا بنعرف انه كل كبية رز بدها كبيتين مي لتنسلق. رح اعمل شيء كتير هين وطيب، رح نضيف فوق منهم رب البندورة، اكيد هنو سخنين، بنخلطهم مع بعضهم، بنخلطهم منيح. ويلي بحب الحر في زد لهم شوية رب الحر كمية بيطلعوا كتير طيبين. هيك صار عندي رز مع البندورة. بنضلنا نكفي تحريك بس تا اللبن ياخد بعضه، والخضرة شوي يعني ما لازم تكون هالطة هالط، بدها تكون عم تقرش. هلا من بعد ما غليت لتغلى على نار خفيفة لمدة 10 دقايق، ولازم دايما نضل نحرك، بدها رشة ملح.
وهيك صارت الأكلة جاهزة. هيدي أكلة جديدة كتير صحية، لأنه مثل ما بنعرف اللبن له فوائد، وفيها كاري وفيها خضرة وفيها لحمة الغنم، بصل وحمص. راح زين الرز برشة إكليل الجبل، والجوز الموجود عنا بنحطه على وجه اللبن. هيك بكون خلصنا الطبخة. صحتين.